هذه تربية صح. منظم قطاع التكوين والتعليم المهنيين لولاية جيجل معرض ولائي لمنتوجات متمهني القطاع. الهدف من تنظيم هذا المعرض هو بالدرجة الأولى وضع شبابنا متمهنين المتخرجين أو حتى اللي مازالوا يتكونوا في فضاء يسمح أن المؤسسات الاقتصادية أن تطلع عن كثب على ما يتم إنجازه في المؤسسات التكوينية، وكذلك يسمح للمتمهنين تاعنا أنهم يحتكوا بالعالم الخارجي وبه يعرفوا بالدرجة الأولى متطلبات المتعاملين الاقتصاديين اللي كانت لهم دعوة للحضور لهذا المعرض. أستاذ بمعهد شابوني إدريس بجيجل، اختصاص إلكترونيك صناعية، اختصاص له أهمية كبرى لما يستقطبه من عدد كبير من المتربصين. هذا قطاع التكوين قطاع منتج، والشباب يعني عندهم كفاءات يعني لو استغلت ولا قادرين يخرجوا منتوجات يعني في القمه تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني. الهدف من المشاركه في ملتقى كما هذا انه نبينوا بلي احنا شباب عندنا قدرات وقادرين نوصلوا مستويات لاباس بها، قادرين نبدعوا، قادرين نفيدوا رواحنا والدوله ان شاء الله. الهدف من انشاء هذه دار المرافقه بالادماج هو مرافقه ادماج خارجيه قطاع التكوين والتعليم المهنيين ومؤسسات قطاع كلها في عالم الشغل، وتعتبر ايضا فضاء لتبادل الخبرات، ايضا مساعده شباب خارجي القطاع في كيفية الحصول على منصب شغل وكيفية بناء مشروعي. طازج، حلة جديدة وذوق اروع. زيرتوب، اول قناة الكترونية في الجزائر.